منتخب واحد أكيد بيثقل من إمكانيات الجبهة اليسرى، لكن استبعاد علي معلول واضح أن في بعض علامات الاستفهام على ألان جريس. راجل بيلعب في منتخب مصر وأكيد طبعا بيلعب قصدي مع النادي الأهلي في الدوري المصري، لكن هنروح نعرف أكتر مع واحد من نجوم الكرة التونسية وواحد من نجوم التدريب في تونس، هو الكابتن نبيل معلول. كابتن برحب بحضرتك. أهلا بيك عمر. أهلا بيك كابتن منور، ودايما بنستمتع بيك يا كابتن نبيل. الله ينورك. ضحكت شويه لانك بودكم علي معلول يلعب مع منتخب مصر، يعني زلت لسانك منتخب مصر. لا يا كابتن، احنا على فكره نتمنى، حضرتك عارف حضرتك، نتمنى ان علي معلول يكون موجود في مصر بعد حبنا الرهيب الشديد ليه جدا. وبعدين يا كابتن نبيل حضرتك عارف ان النجوم التونسيه ومشرفينا في الدوري المصري، فيعني سابوا انطباع رائع بالنسبه لكل الجمهور المصري حتى في التعاطف مع المنتخب التونسي كمنتخب عربي. طبعا يا كابتن نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية ليك وكل مشاهدي قناة الأهلي. طبعا كانت مفاجأة كبيرة، مش للجماهير الأهلي فقط اللي موجودين في مصر، حتى احنا في تونس معنا كانت مفاجأة كبيرة عدم وجود علي معلول. أنا دائما أقول لازم نحترم اختيارات المدرب طبعا، لكن يعني في هو المدرب دائما دي الكلمة الأولى والأخيرة، لكن فما في الاختيارات فما ضوابط، ثم اشياء. معناها علي معلول مش من افضل الباكات اللي موجودين في افريقيا، علي معلول افضل باك موجود في افريقيا، مش من افضل، افضل. هذا الكلام قلته انا منذ سنتين وثلاث سنوات، يعني وجوده ضروري. علي معلول مهم جدا في التنشيط الدفاعي تاع المنتخب التونسي. خليك يعني علي معلول وقت اللي تعطيه تعليمات يعملهم 100%، يعني يعرف امتى يطلع. علي معلول عنده خاصيه اللي مش موجوده، مش في الكرة العالمية موجود إلا عند بعض الباكات، هو توقيت طلب الكرة، اللي توقيت طلب الكرة بتاعه اللي يكسر به خط، يكسر به اثنين، واللي يبحث عليه أي مدرب اللي يحب يلعب بطريقة هجومية. ثم أضف إلى ذلك أن نقطة قوة منتخب التونسي الأولى هجوميا هي الجهة اليسار اللي موجود فيها يوسف المساكني درجة أولى، وموجود فيها علي معلول، والكيمياء اللي موجودة بين علي معلول ويوسف المساكني. يعني علي معلول يعرف أمتى يوسف المساكني، يعرف انه امتى يوسف المساكني يدخل الى الوسط، يعرف امتى المساكني وقت اللي باش يمشي في العمق، يعرف امتى يمشي المساكني باش يفرغ له الجهه اليسار. هذه اللي باش تنقص. وعلي معلول دائما يعني متاح الحامل الكره، دائما الكره وقت اللي يكون في ضغط في خط وسط الميدان يفتحوا عينيه ويعرفوا انه علي معلول موجود في الوقت المناسب، اما يدخل يطلب الكره في وسط الملعب ولا يقطع على عرض الملعب حتى تواجد يعني الباك اليمين وين موجود. اذا كان هو فاتح ويدخل الى عمق الملعب، اذا كان الباك اليمين داخل شويه هو يفتح بعرض الملعب، وهذا مهم جدا. كابتن نبيل، هل شايف ان حضرتك مجموعه تونس في البطوله الافريقيه ممكن تكون فيها اي مفاجات، ولا منتخب تونس مع المنتخب المالي والموريتاني وانجولا هيطلع منه بشكل مرتاح كاول مجموعه، عنده 9 نقاط علشان يكمل في مشوار المنافسه على البطوله الافريقيه؟ والله شوف، بزياده عدد المنتخبات في البطوله الافريقيه هذه ما اظنش انا المنتخبات الكبيره، يعني وخاصة المنتخبات العربية اللي نحكيو عنها مش تلقى صعوبات في المرور للدور الثاني. يعني المنتخب التونسي باش يترأس مجموعته حسب رأينا الشخصي، المنتخب المصري نفس الشيء، المغربي نفس الشيء، الجزائري نفس الشيء ويمروا. لكن أنا علاش نقول أنه ممكن احنا نحكيو على البطولة، لأنه يعني البطل حسب أنا الشخصي يتولد وقت البطولة، أو المدرب الشاطر، المدرب المتميز تحضير البطولة هذه، لأنه يعني أهم شيء هي تحضير البطولة هذه، أهم شيء هو إيصال اللاعبين على نفس المستوى، لأنهم اللاعبين تجيوك مستويات متفاوتة خاصة من الناحية البدنية، فما لاعبين عندهم إرهاق للاعبين أكثر من 50 مباريات وصلوا 60 مباراة، في لاعبينك 20 30 مباريات، وفي لاعبين كانوا موجودين في الفرق نتاعهم على دكة الاحتياط. هنا شطارة المدرب كيفاش باش يوصل اللاعبين للماكسيموم نتاع الفورمة نتاعهم في الدور الثاني. لأنه حسب رأينا الشخصي يعني منتخب مثل المنتخب المصري ولا التونسي ولا المغرب الجزائري، الهدف مش الدور الاول، الهدف الدور الاول تحضير حاسم. انت في خلال تحضيراتك البدنيه اللي عملتهم والفنيه كيفاش توصل اللاعبين هذوما التوب فورم نتاعهم في الدور الثاني، وهذا المهم جدا، وهذا لازم يتفطنوا اي مدرب. يعني التعامل مش يكون هو نفسه، مش نفس التفكير التكتيكي في المباريات الاولى في دور المجموعات، مش نفس التفكير التكتيكي في الدور الثاني في المباريات الإخطائية.
كابتن نبيل، وحضرتك مدرب كبير طبعا وقدت المنتخب التونسي مرارا وتكرارا واخيرا في كاس العالم، عايز اعرف راي حضرتك لو كنت حضرتك المدير الفني المسؤول وعندك نفس المشكله اللي موجوده ولاعب كبير زي علي معلول موجود تحت قيادتك، هل لو حصل اي مشاكل او حصل اي خلافات ايا كان ايه الوضع او اللي حصل جوه منتخب تونس، هل حضرتك كنت تؤيد ان ألان جريس يعني يحتوي علي معلول ويضيفه الى السكواد او قائمه منتخب تونس علشان يكون قيمه فنيه في احد الحلول اللي موجوده ليه في مبارياته في منتخب تونس في على مدار البطوله الافريقيه، ولا وجهه نظر حضرتك ايه؟ انا باش نكون صريح، يعني قعدت سنه اكثر من سنه مع علي معلول ونعرفه من قبل، ولا طبعا مشكله علي معلول هذا بدون ادنى شك، يعني اخلاق عاليه، لاعب مستقيم، لاعب معناها منضبط، انضباط تام في الوقت، يعني هو المدرب هو اللي يفرض الاشياء هذه لما يكون موجود في فريق ولا موجود في منتخب. شوف رو المدرب مش تمرين فقط، المدرب مش ملعب فقط، شو اللي يفرق بين مدرب ومدرب؟ التدريبات موجوده في كل الكتب وموجوده، تفتح تو التلفزيون تلقاها موجوده وتقدر تسوي اللي تحب، معناها تلقى كل التمارين اللي تحب تسويها انت. يفرق بين مدرب ومدرب هو ايصال المعلومه واحتواء بعض المشاكل، احتواء بعض المشاكل اللي تصير، كيفاش تقدر انت لاعبين على مستوى عالي جدا، لانه شو المشكل في المنتخب؟ المنتخب اللاعبين في سيوله انت كلهم لاعبين كبار ولاعبين اساسيين في الفرق نتاعهم، كيفاش تحاول تخلي اللاعب هذا اللي هو كبير في فريقه يقدر يكون موجود على دكه الاحتياط؟ هذا الفرق. يعني يعني معلول قعدت معانا على دكه الاحتياط ما شفتش منه ولا مشكل، يوسف المساكني قعد معانا على دكه الاحتياط ما شفتش منه ولا مشكل، وهذا شغل المدرب، كيفاش تقدر تخلي لاعب كبير لانه احتياجات احتياج المباراه، ولا تفرض عليك انه اللاعب هذاك باش يكون عندك طريقه معينه، عندك المباراه تحب تلعب على مراحل، تحب معناها توصل اللاعب هذاك يكون لك ورقه رابحه انت في الشوط الثاني، هذا الكل يعرفه الا المدرب ويعرفه الاطار الفني، وهذا الفرق بين المدربين راه. لكن التمارين التمارين اوكي، معناها نفس التمرين ما تلقاش نفس التنشيط بالنسبة لكل مدرب، مدرب يفرض معناها فيه انضباط ويفرض ريتم فيه عالي، تنشيطه مش نفس مدرب ثاني، تلقى مدرب ثاني هادي، المعلومة ما توصلش كما يلزم، وأنا علاش نقول أنه لغة الكلام لازمها تكون دائما معناها بسيطة بين اللاعب وبين المدرب، ولازم دائما تكون هناك تحاول مدرب يحاول يشعر اللاعب أنه هو مش مدرب، أنه هو قريب ليه، هو أخوه الكبير. إذا كان في السن قراب لبعضهم أو هو أبوه يولي يتقبل أكثر صح. منه أي شيء اللاعب هذاك ويحاول، وشو الفرق هو بين المدربين؟ اللي يوصل يحاول يوصل اللاعب يعطيه الماكسيموم في كل مباراة، إذا كان وصلت اللاعب أنت عطى فيك الثقة ويعطيك الماكسيموم في كل مباراة، الأخر الكل الفني والتكتيكي والبدني كله سهل. مظبوط يا كابتن نبيل، عايز اسال حضرتك اخيرا على المربع الذهبي للبطوله الافريقيه وتوقع الكابتن نبيل معلول الشخصي للاربع منتخبات اللي هيكونوا موجودين في المربع الذهبي للمنافسه على لقب البطوله الافريقيه. انا عارف ان هو سؤال صعب يا كابتن بس معلش. انا باش نكون طماع شويه، ما نعرفش مين ما هيتقابل مع مين، اما تونس مصر المغرب الجزائر. طيب. ممكن باش يكون هناك، لا ممكن السنغال، السنغال تكون لان السنغال عنده فريق قوي جدا، لكن نرجع ونقول عمر انه راو البطل يولد وقت البطوله. صح كده. ممكن تبدا بدايه متعثره. صح. المباريات الوديه راهي ما تعني شيء، ممكن تكون في فورمه في المباريات الوديه ومن بعد تكون خارج الفورمه في البطوله. ماني قلت لك انا التحذيرات نتاع البدايه كيفاش وصلوا لك اللاعبين، لانه احنا في نهايه موسم في تعب في ارهاق. فيه ناس مش مشاركه كثير، يلزم مباريات، معناها في لاعبين مش يدخلوا لك في المباراه، هذاك علاش نقول انه المنتخب التونسي والمنتخب المصري المدربين لازم يعرفوا يتعاملوا مع المجموعه اللي موجوده عنده. راضي يا كابتن. لازم يكون هناك توازن يعني في الفرق. مظبوط. ما يلزمكش يكون لك عندك 12 لاعب 11 لاعب هم نفسهم، لا، في تعاملك مع الثلاث مباريات الاولى لازمك تحاول تشكل عدد اكثر عدد ممكن اللاعبين، يعني مثلا ما تخليش محمد صلاح يلعب لك كل مباراه 90 دقيقه، لان محمد صلاح هو الورقه الرابحه، تمام الورقه الرابحه، وانت تحط في ذهنك انك
المنتخب التونسي والمصري مثلا اذا كان يمشيوا النهائي لازم تلقاهم في الفورمه في النهائي، اذا كان باش تلعبهم كل مباراه 90 دقيقه ماكش تلقاهم في الفورمه انت في الدور النهائي. يعني تدوير المجموعه التورن اوفر اللي يساويهم المدربين مظبوط مهم جدا في الدوره. راي حضرتك عن اخر تجربه للمنتخب التونسي مع المنتخب الكرواتي، هل حضرتك راضي عن اداء المنتخب التونسي؟ والله راضي رضا كبير، ما ننساوش انه لعبنا ضد وصيف بطل العالم المنتخب التونسي، فزنا عليه على ارضه امام جمهوره، كانت نتيجه متميزه جدا، والاداء وعجبني خاصه اداء وسط الميدان. ما زلت بعض النقاط لكن بدون ادنى شك انه الاطار الفني باش يقف عليها بعض النقاط السلبيه، لكن ايجابي كان اكثر بكثير من السلبي في المباراه هذه، وكان فوز مهم جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. كابتن نبيل معلش طولنا على حضرتك، لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه الاهلي وتعليق حضرتك على ازمه علي معلول واستبعاده من قائمه منتخب تونس. علي معلول لاعب كبير جدا، مش بس كلامي كلام نجوم تونس سواء كان في التحليل او في التدريب، زي ما قلت لحضراتكم كابتن انيس بوجلبان تصريحاته كلها